كسور العظم الزورقي. قد يؤدي السقوط على ذراع ممدودة إلى أكثر من مجرد ألم أو التواء في المعصم. قد يتسبب مثل هذا السقوط بحدوث كسر في العظم الزورقي في المعصم. هذه العظمة الصغيرة هي أحد عظام رسغ الثمانية، تشبه القارب، ومن هنا جاءت التسمية بالعظم الزورقي. عظام الرسغ مرتبة في صفين في قاعدة اليد، الصف القريب والصف البعيد. الصف القريب مكون من أربعة عظام، هي الزورقي، الهلالي، المثلثي، الحمصي. وفي الصف البعيد العظم المربعي، شبه المنحرف، الكبير، والكلابي. يقع العظم الزورقي على جانب الإبهام من الرسغ فوق الكعبرة مباشرة. هذا العظم مهم لكل من الحركة والثباتية في مفصل الرسغ. يتم تصنيف كسور الزورقي وفقا لشدة التبدل، أي إلى أي مدى تحركت قطع العظام بعيدا عن وضعها الطبيعي، إلى كسور غير متبدلة وكسور متبدلة. كما تصنف هذه الكسور حسب عمر الكسر إلى كسور حادة أقل من 3 أسابيع، تأخر اندمال من 4 إلى 6 أشهر، عدم اندمال أكثر من 6 أشهر. التصنيف الأكثر شيوعاً يصنف كسور الزورقي حسب الموقع إلى كسور السلس القاصي أو القطب البعيد، كسور السلس المركزي أو الخاصرة، وكسور السلس الداني أو القطب القريب. ما يقارب 65% من كسور الزورقي تحدث عند الخاصرة، و 25% في القطب القريب، و 10% فقط في القطب البعيد. الشيء المثير للاهتمام حول العظم الزورقي هو أنه يتلقى التروية الدموية بالطريق الراجع، أي أن الدم يأتي من شريان صغير يدخل الجزء الأبعد من العظم ويتدفق عائدا عبر العظم لتغذية خلايا العظم القريبة. يتلقى العظم نسبة ضئيلة من التروية الدموية عبر فروع من الشريان الكعبري الراحي تدخل عبر حديبة الزورقي وتروي 20% من العظم، بينما يتلقى 80% من العظم ترويته ظهريا من فروع من الشريان الكعبري. يشكل هذا النمط من التروية الدموية الضعيفة في الزورقي مشكلة عندما يصاب العظم بكسر. يمكن للكسر أن يقطع تدفق الدم ويوقف توصيل الأكسجين والمواد المغذية الضرورية إلى خلايا العظم. عندما يحدث ذلك يمكن أن يكون اندمال الكسر بطيئا وقد لا يندمل على الإطلاق. الأعراض: عادة ما تسبب كسور الزورقي ألما وتورما في منطقة مصعط المشرحين على جانب الإبهام من الرسغ. قد يكون الألم شديدا عند تحريك إبهامك أو معصمك، أو عند محاولة قرص أو إمساك شيء ما. في بعض الحالات قد لا يكون الألم شديدا، وقد يعتقد خطأ أنه التواء في الرسغ. لذلك من المهم أن ترى الطبيب إذا استمر الألم في معصمك بعد الإصابة، فالعلاج الفوري لكسر الزورقي يساعد في تجنب المضاعفات المحتملة. التشخيص: سيسألك طبيبك عن قصتك المرضية وكيفية حدوث إصابتك، وسيطلب منك وصف أعراضك، ثم يقوم بفحص معصمك. في معظم كسور الزورقي سيكون هناك ألم بالجسم مباشرة فوق الزورقي في مصعد المشرحين ظهريا، وإيلام بالجسم راحيا فوق حديبة الزورقي. سيجري الطبيب اختبار ضغط الزورقي، يكون الاختبار إيجابيا عند ظهور الألم مع التحميل المحوري المطبق عبر مسط الإبهام. سيطلب طبيبك إجراء أشعة سينية بسيطة للمساعدة في تحديد ما إذا كان لديك كسر زورقي وما إذا كانت القطع المكسورة من العظم قد تبدلت أو لا. ستساعد الأشعة السينية طبيبك أيضا في تحديد ما إذا كان لديك أي كسور أخرى. يجب أن تشمل الصور الشعاعية للمعصم صورة خلفية أمامية وصورة جانبية حقيقية وصورة بوضعية الزورقي، وهي صورة خلفية أمامية تؤخذ والمعصم بوضعية كب كامل واليد بوضعية انحراف زندي. تظهر هذه الصورة العظم الزورقي بكامل محوره الطولي وبدون تراكب مع عظم الكعبرة. تعد معرفة تشريح الرسغ الطبيعي أمرا ضروريا لتحديد وجود كسر أو خلع مرافق، على سبيل المثال حدوث خلع حول هلالي عبر زورقي. يجب تقييم الصور الشعاعية البسيطة الخلفية الأمامية بحثاً عن علامات تمزق الأربطة وتحديداً الرباط الزورقي الهلالي. تتضمن هذه العلامات اتساع المسافة بين الزورقي والهلالي أكثر من 3 ملمترات. في الصور الشعاعية الجانبية يجب أن تقيس الزاوية الزورقية الهلالية الطبيعية بين 30 إلى 60 درجة. تتشكل هذه الزاوية بين خط عبر الزورقي على محوره الطولي وخط آخر عبر العظم الهلالي. في بعض الحالات لا تظهر كسور الزورقي على الأشعة السينية فوراً،
فإذا اشتبه طبيبك بإصابتك بكسر ولكنه غير مرئي في الأشعة السينية، فقد يوصيك بارتداء جبيرة للرس أو بالجبس لمدة 2 إلى 3 أسابيع، ثم العودة لإجراء أشعة سينية المتابعة. أما إذا كانت هناك حاجة إلى التشخيص الفوري، سيطلب طبيبك منك إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو الطبق المحوري. العلاج يعتمد العلاج على موقع الكسر بالنسبة للعظم، وما إذا كان الكسر متبدلاً أو لا، ومنذ متى حدثت إصابتك. العلاج غير الجراحي: الكسور غير متبدلة في القطب البعيد للعظم الزورقي يمكن علاجها بجهاز جبسي قصير تحت المرفق يثبت الإبهام لمدة 6 إلى 10 أسابيع. وتعالج كسور الخاصرة أو السلس القريب غير المتبدلة بجهاز جبسي طويل فوق المرفق يثبت الإبهام لمدة 6 أسابيع، ثم بجهاز قصير تحت المرفق حتى يتم تأكيد الاندمال. يختلف وقت الشفاء من مريض لآخر. سيراقب طبيبك الاندمال بالأشعة السينية الدورية كل أسبوعين. قد يوصي طبيبك باستخدام جهاز يحفز تشكيل العظم للمساعدة في اندمال الكسر. يطبق هذا الجهاز الصغير أمواجا فوق صوتية أو أمواج كهرومغناطيسية نبضية تحفز الاندمال. العلاج الجراحي: يجب تثبيت جميع الكسور المتبدلة أكثر من 1 ملم، الكسور المفتتة، كسور القطب القريب، تأخر العلاج أكثر من 4 أسابيع، الكسور المترافقة مع خلع حول الهلالي، بحال الزاوية بين الهلالي والزورقي أكبر من 60 درجة، وإذا كان المريض غير راغب أو غير قادر على التثبيت لفترة طويلة في كسور السلس القريب والمتوسط غير المتبدلة ويرغب بالعودة السريعة للعمل والرياضة. يكون العلاج الجراحي بالتثبيت الداخلي ببراغي خاصة أو أسياخ كيشنر عبر الجلد أو بالجراحة المفتوحة، ولكل منها استطباباته الخاصة. في بعض الحالات يمكن استخدام طعم عظمي مع التثبيت الداخلي أو بدونه. الطعم العظمي هو عظم جديد يتم وضعه حول العظم المكسور. يمكن أخذ الطعم من عظم الكعبرة في نفس الذراع أو من عظم الحرقفة. بعد الجراحة ستبقى يدك في الجبس عادة لمدة 8 إلى 12 أسبوع. يراقب الاندمال بالأشعة السينية الدورية كل أسبوعين، وتتم إزالة الجبس مجرد أن تظهر الأشعة السينية أن الكسر قد اندمل. سيصف لك الطبيب مضادات الالتهاب الاستيرويدية NSAIDs لتخفيف الألم، ومضادات الوزمة لتخفيف التورم. يجب عليك تجنب التدخين الذي يمكن أن يؤخر أو يمنع اندمال الكسور. سواء كان علاجك جراحياً أو غير جراحي، ستحتاج على الأرجح إلى العلاج الطبيعي لمدة شهرين أو 3 أشهر بعد إزالة الجبس لاستعادة القوة ومجال الحركة في معصمك والعضلات المحيطة به. للأسف قد لا يستعيد بعض المرضى نفس مجال الحركة والقوة التي كانت لديهم قبل إصابتهم، على الرغم من العلاج الطبيعي والجهد الكبير المبذول لذلك. العودة إلى العمل والرياضة: يجب أن يستمر الرياضيون والعمال بارتداء جبيرة معصم الحماية لمدة شهرين بعد مشاهدة الاندمال على الأشعة السينية. العودة إلى العمل والرياضة: يجب أن يتمتع الرياضي أو العامل بمجال حركة كامل وقوة معصم مساوية للمعصم غير المصاب وأقل قدر ممكن من الألم. في العديد من الرياضات والأعمال التي لا تعتمد على حركة المعصم بشكل أساسي كالسباحة والجري، من الممكن العودة فوراً مع ارتداء جبيرة المعصم. في الرياضات والأعمال التي تعتمد على المعصم مثل كرة السلة والتنس، يجب تأكيد الاندمال باستخدام التصوير الطبقي المحوري قبل السماح بالعودة تدريجياً إلى مستوى النشاط الكامل. في الألعاب الرياضية والأعمال الشاقة التي تضع حملاً وضغطاً كبيراً على الرسم مثل رفع الأثقال والملاكمة، نوصي بفترة لا تقل عن 6 إلى 12 أسبوع بعد تأكيد الاندمال قبل العودة بشكل كامل. المضاعفات: عدم الاندمال: كما ذكرنا سابقاً، يدخل الدم الشرياني إلى الزورقي عبر القطب البعيد وينتقل إلى القطب القريب. بسبب هذا النمط من التروية الدموية، يمكن لكسر الزورقي أن يقطع تدفق الدم ويوقف توصيل الأكسجين والمواد المغذية الضرورية إلى خلايا العظم، مما يزيد من خطر عدم الاندمال، خاصة مع كسور الخاصرة وكسور القطب القريب. إذا لم يندم الكسر بعد 6 أشهر، سيلجأ طبيبك للجراحة واستخدام طعم عظمي. قد يستخدم نوعاً خاصاً من الطعوم مزوداً بترويته الدموية الخاصة به، يدعى طعم عظمي موعى. النخرة الجافة: انقطاع التروية بسبب الكسر سيؤدي إلى تموت الخلايا العظمية وحدوث النخرة الجافة. تسمى هذه الحالة النخر اللاوعائي. يعتبر التطعيم العظمي بطعوم موعات العلاج الأكثر فعالية لهذه الحالة، بشرط أن يكون العظم لا يزال محافظاً على شكله وغياب التنكس في المفصل. التنكس المفصلي: ما
مع الوقت يمكن أن يؤدي عدم الاندمال والنخرة الجافة في الزورق إلى تنكس مفاصل الرسم. يحدث التنكس عندما يتأكل الغضروف المفصلي ويهترئ. يركز علاج التنكس في البداية على تحسين الأعراض. قد يشمل ذلك تناول مضادات التهاب الاستيرويدية NSAIDs وتجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض. في بعض الأحيان قد يساعد حقن الكورتيزون في الرسخ في تخفيف الألم. إذا لم يخفف العلاج المحافظ من الأعراض، فقد يوصي طبيبك بالعلاج الجراحي.